انا مش مرتبطه بالحكومه، عمري ما ارتبطت باي سلطه او حكومه. فيقول لك نجيب نواف السعداوي عشان تنقد وبعدين نترفض زيها. لا، مش عاوزين نترفض هم. فالمشكله عميقه جدا جدا جدا، انك لما تقولي رايك والراي ده يبقى ضد التيار ومش مع السلطه الحاكمه، الناس اولا تخاف منك، وبعدين انت بتنضري تدفعي ثمن. هو لازم يكون رايك ضد التيار ومش مع السلطه الحاكمه، ولا احيانا السلطه برضو بيكون رايها عقلاني، ولا ما فيش سلطه عقلانيه ابدا؟ لا، احيانا السلطه تعمل حاجات كويسه. بقول والله هل ده شيء نادر يعني؟ لا، نادر جدا، نادر جدا، لان الحكومات بطبيعتها في العالم، الحكومات بطبيعتها في تناقض بينها وبين مصلحة الأغلبية الساحقة من الشعب. ده طبيعي. بني الإسلام على 5 أركان: الشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج لمن استطاع سبيلا. دي يعني كمسلمين كلنا كبرنا وتربينا وتعلمنا ومؤمنين بده. أنت بتقولي إن الحج ليس ركن من أركان الإسلام. لا، ما قلتش كده. لا، غلط غلط. طيب ازاي كل يا دكتوره كل كتاباتك بتقول كده؟ انت تجرأتي بالقول نصا ان الحج وتقبيل الحجر الاسود عاده وثنيه. طب ده فرق على اي حجه استندتي ان هو عاده وثنيه؟ طب يبقى لو هو عاده وثنيه ازاي هيكون من اركان الاسلام الخمسه؟ لا، لانها سابقه على الاسلام. يعني فكره الحج سابقه على الاديان جميعا، سابقة على اليهودية، سابقة على المسيحية، سابقة على الإسلام. فكرة الحج، طيب، فكرة تقبيل الحجر سابقة على الأديان السماوية. يعني من الوثنيين. فلما أقول دي عادة كانت أيام الوثنيين، دي لا تعني بتاتا إنها ليست من أركان الإسلام. شوفي قد إيه التفسير غلط. يعني أنت مؤمنة أن الحج من أركان الإسلام؟ الحج من الطقوس. يعني ما هو في فرق بين جوهر الدين. أنا دايما يسألوني بالسؤال ده، مش عارفة ليه بيؤرق الناس. في جوهر، في مدرسة إسلامية لا تحج، الصوفيين كلهم ما بيحجوا، رمعة العدوية ما بتحجش. ماشي، بس أنا سؤالي صريح، في مدارس، هل أنت مؤمنة بأن الحج ركن من أركان الإسلام؟ أنا ضد سؤال أنا مؤمنة أو لا. أنا ما بقولكيش أنت مؤمنة بإيه. لا، اساليني وانا اقول لك. لا، ما اسالش، ده سؤال غلط. طب يبقى انت مش، يبقى انت سؤال غلط. يبقى انت مش موافقه على السؤال. يبقى انت ما عندكيش قناعه ان الحج. لا، انا ضد ان انا لما بسافر بره عمري ما حد بيقول لي دينك ايه. انا اتربيت مع اليهود. بس دكتوره افكارك دي اللي هم اللي ليها مريدين، مشكلتنا واللي الناس في بعض الناس بتقراها وبتخلق جدل وبتترفضي وبتتهمي بالكفر منها بسبب الاعلام. طيب ما انت اهو، انت عندك مساحه اعلاميه دلوقتي انك تتكلمي. انا عايزه اتكلم الناس الساعه دي، نتكلم في علم الطب. أنا مش دكتورة يا دكتورة. في العلم. أنا مش دكتورة، أنا إنسانة بسيطة جدا، أنا لا أرقى إلى مستوى الدكاترة. تخصص في الدين بس، كل برنامج. لا، أنا هكلمك في الأدب وفي الدين. أركان الإسلام، أركان الحج، ده بقى ده اللي أنتِ بتقوليه يا دكتورة. أنا مللت. ده اللي أنتِ بتقوليه، ده اللي أنتِ بتقوليه. ده اللي أنتوا بتقولوه. لا، ده اللي أنتِ بتقوليه، يعني. أنتِ قلتي إن هو عادة. لو أنتِ بصيتي في تاريخ حياتي. نعم. تلاقي 47 كتاب وشغل كتير جدا في العلم، وعندي كتب علمية. لم اعتاد الهروب من دكتورة نوال السعداوي. لم اعتاد الهروب. لم اعتاد الهروب. كلميني في اشياء لا علاقة لها بالدين. الله يا دكتورة، ازاي ده؟ انت ما ينفعش. انا عايز ده الجدل كله. انا الناس كلها زعلانة مني النهاردة. انت ازاي جايبة نوال السعداوي؟ نوال السعداوي كافرة. قولي هكلمهم في العلم. أنا جاية لك في العلم. ما أنت هو أنت لما بتتكلمي في الدين بتتكلمي العالم. بتتكلمي باسم العلم ولا بتتكلمي بإيه في الدين؟ أنا مش عاوزة أتكلم في الدين خالص. ليه؟ اتكلمت في الدين. عايزين نتكلم في حاجات تانية. ليه بقى؟ أنا عاوزة أقول لك العالم بيتقدم. وهو الدين هيرجعنا لورا؟ إيه؟ الدين هيرجعنا لورا؟ بالطريقة دي؟ آه. ليه؟ أقول لك ليه؟ ليه؟ لأن بننصرف بدل الوقت الغالي بتاع الإعلام، بتاع التلفزيون، الإعلام للتنوير، الإعلام لفصل الدين عن الدولة، عشان نتكلم عن القانون العادل. بس لولا الدين اللي سن قوانين الحياة ما بيننا وبين الناس كانت الدنيا تحولت لغابة. لا لا،
لا، يعني المجتمعات اللي فاصلة بين الدين والدولة غابة. المجتمعات اللي فصلت بين الدين والدولة هل غابة؟ يعني احنا، انا عايز اقولك حاجة، احنا بنتاجر بالدين في حلبة السياسة عشان الناس يقولوا علينا مؤمنين حلوين، عشان احنا خايفين الناس يقولوا علينا كفرة. وانتي خايفه الناس تقول عليكي كفره؟ كفره هم قالوا لك. انا مش خايفه. انا امال ليه هربتي دلوقتي؟ قولي لي انك غيرتي رايك. لو انتي تراجعتي عن رايك زمان ان الحج عاده، مش عيب يا دكتوره؟ ايه اللي عيب؟ مش عيب انك تتراجع؟ اتراجع عن ايه؟ انتي عملتيني تراجعت من غير ما كنت تراجعت. ما انتي مش راضيه تردي، انتي بتهربي، فالهروب هو تراجع. انا لا هربت ولا حاجه. طب ما تردي على سؤالي يا دكتور. ارد على ايه؟ عايزه تردي كفره ولا مؤمنه؟ لا، ما قلتلكيش كفره او مؤمنه، قلتلك انتي بتقولي ان تقبيل الحجر الاسود عاده وثنيه. إيه تقبيل الحجر؟ وانتي يعني قبلتي الحجر الاسود؟ طب انتي قبلتي؟ اتمنى. طيب اعملي ايه؟ هم بيقولوا من ذاق عرف. يعني حضرتك بتتضايقي لما جميل. انت بقى انت حجيتي يا دكتوره؟ انت ما حجيتيش. الله، حجيتي بس وانت حجيتي؟ لا انا نفسي. طب خلاص، بس نفسك تحجي روحي حجي. بس انا مالي انا؟ اسمعيني بس الجد. شوفي بقى، اصل انا الجد هو الاتي. انا ما بهزرش. لا انت بتهزري يا دكتوره. لا ما بهزرش، حضرتك قلتي اراء. انت بتهزري في الدنيا. ما ينفعش ان انا اهزر في حاجه في اركان الاسلام. لا ما بتهزري. لا ما ينفعش. انا رايي ان ده هزار. انا رايي ان ده هزار. اشرحي لي ليه قلتي ان تقبيل الحجر الاسود عاده وثنيه؟ ايه الحجر الاسود؟ طب قبلتيه؟ ما حجتش يا دكتور. ليه؟ لاني ما جاتليش الفرصه. ليه؟ روحي ان شاء الله. ربنا يديك. شوفي بس اشرحي لي وجهه نظرك. انا مش عايزه كل ده. طبعا انا عارفه انكم هتشيلوه من البرنامج، بس انا عاوزه. مش هنشيل حاجه. انا عارفه هتشيلوه. مش هنشيل. او هتحطوا الحته اللي بتقولي فيها انت هربتي. لا، او انت بتخليني اتراجع. لا، هتشوفي الحلقه وهتلاقيها كل ده موجود. بس عايزه اعرف حاجه. اعتمدت. انا عايزه اسالك سؤال. حجتك ايه؟ اشرحي لي، اقنعيني. طب انا هسالك سؤال. اتفضلي. انت مسلمه؟ نعم. عشان والدك مسلم، درستي كل الأديان وبعدين اخترتي الإسلام؟ أنا ولدت مسلمة وتربيت على الدين الإسلامي. جميل. والقرآن بيتكلم على كل الأديان للي يقرأ. لكن ما درستيش لم تختاري دينك. أنت عارفة في الاتفاقية العالمية للطفل في بند بيقول الطفل يختار عقيدته، ما يفرضش عليه عقيدة. لكن إحنا لما تفرض علينا العقيدة من الطفولة في المدرسة وفي البيت، طب يبقى لي فضل في ايه؟ الواحد يبقى له فضل حينما يختار عقيدته. لكن احنا اتفرضت عليك. طب حضرتك اتفرضت عليكي ام اخترتيها؟ طبعا انا ما اخترتش حد بيختار حاجه. كلنا بنورث الدين. اللي ابوه مسيحي بيورث الدين، اللي ابوه مسلم بيورث الدين. وبعدين بنتخانق، بنقتل بعض واحنا وارثين دين لم نختاره. انا نفسي الاعلام. امال ليه احنا بنرجع لورا؟ نفسي الاعلام يلعب دور في التنوير، في العلم، في الثقافه. انا جايه العب. ليه احنا مشكله بلادنا الاسلاميه والعربيه كل مشاكلنا خلصت، بقت المشكله ان الناس ما بتقبلش الحجر. بقى هي دي المشكله. تخلفنا كل ده الاقتصادي، تبعيه الاقتصاديه والسياسيه. نعم. انهيار التعليم، التجارة بالأديان، كل الحاجات، كل ده راح. وبقى المشكلة تقبيل الحجر. يعني أنت مع الحج ومش مع تقبيل الحجر؟ أنا مش عايزة أتكلم في موضوع الحج خالص ولا الحجر. لأني كنت جايبة لك كتاب حجة الإسلام. أكيد طبعا أنت مطلعة عليه أكتر مني. أنا لسه اسمه إيه؟ اللي هو إلى موعظة المؤمنين، المرشد الأمين لحجة الإسلام الإمام الغزالي. في صفحة 51، في نهاية صفحة 51 و52، كان في قصة عن الحجر الأسود وعن وشرح لموضوع الحج. أنا مش عايزة أتكلم على الأحجار. أنا عايزة أتكلم على العقول. عايزين العقل.
في دعوة البلاغ اللي اترفعت ضدك من المحامي نبيه الوحش واتهمك فيها بالردة، واستند بذلك على انك تطولتي على نصوص قرآن وتحديدا سورة الإخلاص، لفظه هو في قل هو الله أعلم. ثاني هتجيبي لي المشايخ والدين تاني؟ لا، ده نبيه الوحش مش شيخ، ده محامي. ما اعرفش، مش عايز اتكلم على الناس دي لان ده كلام هو انتوا اللي بتشيروهم. دكتور انا مش عايزه اتكلم عليه هو، انا عايزه اقول لك انتي. انا مش عايزه اتكلم على المشايخ ولا ده مش شيء دكتوره، ولا انا عايزه بيرفعوا قضايا حزبه. شوفي الناس اللي بيرفعوا قضايا حزبه دي كلهم عاوزين شهره وعاوزين